صلاح، جود مورنينج، صباح الخير. خذ صباح الخير صلاح. صباح انا صباح الخير صلوحة. يص صلاح، خذ يا ربي يا صلاح. ليش؟ جيبوا لك كرسي من داخل. صباح الخير صلوحة. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا حي. لا خليك هالنمون لين اي زينه. يلا يلس خاري الحين بيك. ايه جيب لك كرسي علي وشويه من كراسي المطبخ. تيار الهواء شرق وغرب ترقد بلية كنديشن. والله يا ابوكم ينك تصبح تحوم اليدرات من القوة والنشاط. لو بيحطونك جدا حفيت ابدا طلعت من الطرف هذا ونزلت من الطرف هذاك. نعم هو العين يجيب العافية ما شاء الله تبارك الرحمن. الصحة والعافية والقوة في الدنيا العودة كلها. يوم بترقد بلية كنديشن في هالجو الجميل اللي ياخذ العقل. سبحان الله سبحان الله. رقاد ساعتين بلية كنديشن يعيضك عن 6 ساعات بكنديشن. لا اله الا الله. شوف البيت هاي بيت يارنا يمع بن حثبور ابو محمد. ناخذ الرميثات. سبحان الله امس لقيت وياه في البحر. تياورنا في مدينه زايد في الصغر وتياورنا في العين في الكبر. سبحان الله. وبيت ابو ظبي متياورين ويا قوم الحبيشي في الصغر يوم نحن في مدينه زايد ويوم كبرت بعد نفس الشيء. تياورنا في محمد بن زايد. لا اله الا الله. شوف الصدف انت كيف. لا اله الا الله. سبحانك يا رب. اللهم لك الحمد. هذه رولة اللي تشوفونها رولة تقرقمت قبل يوم الطباخ الأولي هذاك تكيت منه مويها. يا الله يغرب له. ما نحس نحيس كل يوم ضرب ماشي ديت ما توقعت وياه. وهاي برقول له بسويت نهمة محمد مفاجأة حقي عدلت وزينت وما ادري كيف. اشوفه كل يوم بيزات بيزات بيزات. ترى يا ابوك تعدل وتزين وتبني وتهدم. شو بقول لكم؟ خلتني شي اسم غرب كل حق هالتعدي اللي ما يوجه. لكن زين يا ابوكم في البيت ما في شيء ما بعدل حق مشاري وغير مشاري. كل شلابت البيزات اللي هنا شلابت كل من شلبت شيء من عندي ابدا. انا ادور يوم اتقصوا لانه في البيت بيت العين. يوم اتقصوا لانه بيت العين. كله تعدل وتبني وتهدم وتعدل وتفرش وتجلع شرق وتجلع غرب. الحمد لله رب العالمين. صلاح تريقت؟ زنان تريقت انت؟ شو تريقت؟ بيض. يلا حي بيك انا. الكندورة هذه اللي علي كانت العام يعني من بهدل الطريقة ما تتخيلونها. واليوم غادي مضرب. ها ممكن هذا اللي بصور تحت الحين بصير تحت بصور لكم كيف غادي. والله اقول لكم العام انها وحتى يديها قصرت وهي من تحت ها قدت مدلي ها جاي غادي حجب. والله عليكم شوف كيف قصرت الكندوره. اظني البطن كبر ورفعها ولا كتوف ولا مطاميط ولا سابعه ولا يامعه ظهرت. والله يا ابوكم الكندوره هاي العام يعني هالدول تحت انزين لأنها يعني طويلة أبدا تسحب في الأرض والسنة طالعة ما يقصر هاي أم المغرب ميوبات بالزينات بالطيبات. لكن سبحان الله طاحش قاعد أسود. والله أنا ما كانت هالنمونة. شو سويت بعمرك يا أبو محمد؟ شو سويت بعمرك؟ غادي ما شاء الله عليك غادي يبدأ صندوق متحرك صندوق يمشي. والله أني انشنست ويا لستات طالع شغل. شوف انت السابع انها انا شوف السابع وشوف اليام وشوف الرقبه شوف العلبه. لا اله الا الله. شو غديت عليكم ما شاء الله تبارك الرحمن. يا الله يا رب انك تحفظه. يا الله يا رب انك تحفظه وتخليه تطرح البركه فيه وفي ذريته وفي هالبيته وتخلي تطرح البركه في ام محمد ان شاء الله ام الشيوخ يا ربي.
تبارج فيها، تطرح فيها البركه، هي وبنات الشيخات شمه وليازي وبنات زايد كلهن وعيال زايد كلهم وعيال خريف وعيال اخوانهم وعيالهم واحفادهم عيال بناتهم عيال المسلمين اجمعين عيال الدار والليران والصدقان والخلان. يا الله يا رب انك تحفظه من كل شر ضر، طول بعمري يا ربي. بسم الله الرحمن الرحيم. هو يطرح الشر العياد، لا اله الا الله. زين هذا هو كل عن وين ايب هذا محبه ثلاياها الحين. والله الاول فنان ما ادري الحين شو يعني قضيت هالنمونه. Good morning girls. ها شو بريكفاست؟ ماما سهوي. بعد زين. Thank you. Good morning. I forgot your name. Ryu. Ryu. والله you have very difficult name. Thank you. السلام عليكم. باب اسمه أنا. فلبين. أنسى اسمك. شو اسمها؟ عبد القادر. أنت أدري بك عبد القادر هي. أنت؟ آيرين. آيرين. Now how many years you are here? فور. يلا أربع سنين ما رمت حافظ اسمها. غضب الله اسمها صعب. ليال سخاري. ليال سخاري الحوي براد. هذا عاد وقت ياسف العين، وقت العين، وقت البراد. الدب بنته غضب الله كان الدب. صباح الخير صلوحة. Good morning. How are you? How are you my brother? الله 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 الله. هاي العبالة كلها حقك انت؟ انت ببالي. يا سلام. انا موجود. لا معاريس حين معاريس. صلاح ما بردان. هيا السهل اني بسويت انا ام محمد. هل ياسيني في الحوي. الحوي يا فنانة ما شاء الله تبارك الرحمن. معدلة ومزينة. حية فات. شو ريوق صلاح؟ هذا ريوقنا. ريوقنا اليوم ريوق زلمات. ريوق زلمات اليوم ما عارف شو عادها مسويت لنا ام محمد. ما ادري شو. زيتونات وخيارات وبنت بترات. خيرات الله، فضل من الله سبحانه وتعالى. والف والها محطوط الميوات الخضر. موز كله موز. كل موز وكل شيء كل شيء كل شيء الحمد لله. ثانك يو صلوحة. يعني وحده له هنتين؟ واحد. يلا. بليز. لا تشب لا تنثر على عمرك. اقولكم الجو في العين يجيب العافية. ها؟ بعد ما خسنا. في العافية. جو العين والله يا ابوكم ينه يجيب العافية سبحان الله. لازم تصدقون يوم اقولكم حتى طعم القهوة في العين غير. حتى طعمها يختلف. والله يا ابوكم فرق السمع. صلاح تبقى قهوه؟ ايه هذا فيني يا صلاح. حتى القهوه طعمها غير وصبتها غير وكل شيء فيها مختلف. عافيه عافيه. شكرا يا صلاح. بتلبس شال اليوم؟ ها شال تلف راسك بشال اليوم. ايه ما بغيت حمراء ولا بيضة. ايه شال زي. شو رايك؟ زين. انا بعد اليوم بدز بشال. عيست وانا تريع ان ابوه حق الاخر ميودات هالشالات. برد برد موت ما بين موت اللي هو يعني قاطع ما بين حين ابوي انا ما بيهون علي تريح حين لين مره لين اسافر ولا لين ما دي يشتد البرد ما طع يشتد البرد شرات اللي يبي وحد يروغه من عند الباب. مخيل 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 البرد. ليش تضحك؟ انت يا حلوة. انا حلوة؟ إيه؟ حلوة يدك. العودة. اقولكم البرد السنة مخيل. الشتاء يا غير البرد. ابوي رابط تدروبة وين؟ دون سيح شعيب. شعيده. هذا اللي جاي لنا من جدال فجيرة. واللي جاي ابوي من الغرب. لابد ورابط ابوي دون ال الطريف. وما بطايع يحترج لا هذا طايعي ولا هطاع قاله ونحب نتلاقى ضربه وبنطغر عليك مره واحده من دوار المحوي بيي سيد محمد بن زايد.
اول ما بي البرد السنه بينا نحن في مدينه محمد بن زايد، وعقب نحن على بنجسم على العرب صدقاننا وخلاننا. صاح انت الاول يوم يشوفون حد كل دقيقه وصب فنيال، كل دقيقه وحد صب فنيال، قالوا العنب بتسرب هالدله. خلاص كلمه بتسرب، تسريب معروف انه يعني دله تليك ولا بتسرب، لكن عند حد من العرب بتسرب الدله يعني وقفت، يعني خف منسوب القهوة اللي فيها. فمني لست ابوي له فنيال ساير وفنيال جاي. والشو رحين عندك يا صلاح؟ زين. نحن بنسير عند سالم الشعيبي وبنسير خيمة زمان. زمان. معلانين. إيه؟ انت بتسير ويانا ولا بتيلس؟ اي معاك. بتسير ويانا؟ ايه. بجوهرات الشعيبي. هذا دوينا يا كركش قهوة هناك. شي كركش عندهم؟ ايه. شو درا؟ عندهم قهوة؟ وين سمعتوا سالم الشعيبي؟ صلاح ابوي بيي كم ذهبوا لفنيال قهوة. ما يبه قهوة عربية، يبه شو تبه؟ سعودية. قهوة سعودية؟ ايه؟ ما عندهم قهوة لا سعودية. لا سعودية قهوة. أي قهوة؟ زايد الله غفر لي يرحمه. رحمة الله عليك. للعظام الجنة. آمين. قال لي ابن حلهور قلت له لبيك. وين وين شفته؟ والله يا يمي. وكان هذا عام مني الكاسة يعني في اللنج ما اللنج المقام 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 نعم نعم هني كان يعني وانا وجبروني وانا جيت وشفت وياه وانا ياسين كان اليوم العصر رحمك الله عليك. قاعد الحبيب يوم تمشي التراث هذا كله فكر تبيعه اذا ما تطيع انت حد يبيع امه؟ لا اله والله العظيم. قال اخوك ياسر امه هو هي امي ليش امي؟ من تعيشه الظنة من يعيشه؟ أمه. قال أمه. قلت طال عمرك يوم الظنة تعيشه أمه. هذا نعيشنا من هذا والله أمنا. من كل شيء. لهذا هي اللي بردت لنا الماي. هذا مضربي هنا طالت عماركم اللي عليه خالد الخادي، هذا موجود في العين. زين؟ وهذا مضرب صلاح بضرابة أخذناها منه، الحين بس حق نصور حق الإعلان. وين ما تصير قير ولا شتاء؟ لابد من الشمطري. الشمطري بالاخص عاده الحين هذا وقته، هذا وقت الشمطري، هذا وقت الشمطري. الشالات والسفار والكنادير والصوف ها بالاخص عاده ده عقبها المدخن عوده من العود الطيب. شو بتغدي ابوك؟ بتغدي ريحك معرس 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 معرس. هاي يوم يقولون يا معيريس عين الله ترى القمر والنجوم تمشي وراه، يا المعيريس عين الله ترى القمر والنجوم تمشي وراه. يتغنى للقمر والنجوم، يتغنى للقمر والنجوم ترد عليه، ويا المعيريس عين الله ترى. هاي من أغاني حسين جاسم القديمة. ولا يطيب ولا يشيخ روحة الشمطري إلا ويا المدخن. خلاص عدل يكون أنت خلاص ختمت العدل، لازم تمشي بوية وريحك تفوتخ. هذا لا تدور بغيره، روحة الشمطري لا تدور غيره، لا تدور غيره. واحد صلاح صبر انت على هواك، هذا شال وهذا الشال الثاني، انت وين تبع على هواك تنقى على وين منهن على. يلا شله ردوا هذا في الكبت ولا في الشنطه مرت صلاح حق يوم الخميس. صلاح تبع هاي حق يوم الخميس دبي. ايه. ادرس داون تاون. ايه. زين يلا حق يوم الخميس هذا. يلا ايوه
الله الله، شو هذا؟ منو هذا؟ ايش هالزين؟ ايش هالزين؟ يا سيدة خيوه اندخلوا وانا سكين انا. هاي شو اسمك انت بالكامل؟ سلام خالتي. ايوه وانا؟ انت سلام خالتي. ايه يا غير ما شاء الله ما 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 رمت اسوي اخير عن هالنمونه. تمصيره محلوي كانك محلوي. الحمد لله الحمد لله. بعد تقول محلوي ولا طلاب؟ طلاب محلوي عنده شغله. امي اي والله مستعيب من هاللوادم والله ما شيء شغل زين. احترج احترج لو حتى حمالي تشتغل ولا تجلس هالنمونه. لو حتى تشتغل حمالي ولا تجلس عالي على المجتمع ولا سامان دقيقه. نحن وين؟ نحن في العيب. وين شو؟ وين الهرج الزين؟ وعند سالم الشعيبي هذا على ما تشوفون. هذا أنا أسميها قلعة. قلعة المجوهرات. ما بسالم الشعيبي المجوهرات هذه؟ يوم يقول لك جلعة. هذه جلعة، هذه قلعة كاملة مشيدة بحصونها وحفيزاتها تحت ومخازنها وكل شيء وكل ذهب بذهب. هذا يوم يقول لك عمدانها ذهب وفضة مساميرها هذه هي. هذه ابوي هذه عليها تشوفونها خبت سبيكة ذهب متحركة. عمدانها ذهب ومساميرها فضة. في العين في العين دار الزين في العين دار الزين. وين ليواد ساكنين؟ فكرة يوم أقول لكم قلعة تراني مقصر. يوم أقول لكم قلعة تراني مقصر مقصر ثم مقصر. جلعة باللهجة المحلية يقال عنها جلعة وبالمتعارف عليه يقولون قلعة أو حصن. حصن حصين هذا هذا اللي تشوفونه. مبنى طويل عريض ثلاثة أدوار، واحد تحت الأرض واحد فوق الأرض واحد بعد فوق. كلها مجوهرات. سالم الشعيبي طالت عماركم. هذا من أكبر المحل معارض المجوهرات ومن أجملهن وأشيكهن. كأنك داخل يعني يوم يقولون شيء متجر أو معرض دائم. فهذا من المعارض الدائم اللي أنت تشوفونه. هذا ما بمحل مجوهرات ولا بمكان مجوهرات، هذا معرض دائم. يوم يقولون معرض الدائم يطرون سالم الشعيبي للمجوهرات. شو السبب وشو اللي يفرق مجوهرات سالم الشعيبي؟ سالم الشعيبي طالة أعماركم من أقدم صاغة في دولة الإمارات. ومن بالنظري أنا ونظر العديد من الناس أنه أكثر دقة وحرفنة وجمالية وصياغة دقة اللي يدقونها قوم سالم الشعيبي غير عن أي إنسان هاوي أو عاشق لصناعة الذهب أو لصياغة الذهب. ليش؟ لأنهم مخلف عليهم يدودهم ويدود يدودهم من الله خلقهم في الذهب ما بشيء جديد. فهذه حرفة وهواية وعشق ومصدر دخل لأسرة كاملة من مئات السنين. فلذلك يوم يقولك عط الخباز خبزة لو كل نصه. فلذلك سالم الشعيبي يوم قبض محلات محلات مكبرهن لهالدرجة وسووا أكثر عن 10 مدار جنتية أبو ظبي هي الإمارات كلها. ليش؟ لأن كم هائل من المجوهرات من الصيغ اللي موجودة عندهم مش موجودة عند أي إنسان أو أي معرض في العالم. فقط عندهم هم. انت شوفوا ما مستحيل تلقى شيء عندهم مكرر عند حد في أي دولة ولا أي مكان في العالم. كل أشياءهم مميزة. الدقة والنوع والصياغة والفينيشنج اللي أهم عن هذا وهذاك. طالت أعماركم أن حاط في بالي أن تشكيلة المجوهرات اللي في أبو ظبي كمعرض رسمي أكثر. طلع أبوي المعرض العين في تشكيلات مش موجودة في كنتية معرض أبو ظبي أو أي معرض من المعارض الثانية. توجد تشكيلة مش موجودة. في ذمتكم ما بخطر عليه يحكي؟ ما بخطر عليه تحكي؟ مريه مش ناف طلعوا. خطر عليها تحكي ابدا شوي وترمس ها صفيحه. شوفوا الزين. خطر عليها تحكي. هذا كله زين ما احنا ما خالفنا. هذا كله زين احنا ما خالفنا. لكن هذه تحكي.
ترطن ترطن ترطن. انفرادية كل قطعة موجودة في محل في من محلاتك انت يا الشعيبي تختلف عن الثاني، يعني أي قطعة انتو تشوفونها من ضمن عشرات أو مئات أو يمكن عشرات الآلاف من القطع مستحيل تلقطونها في المعرض الثاني. هاي مثل ما قلت لكم هاي ترطن زين، يا غير هذه ترحب، هذه ترحب، هذه ترطن، وهذه ترحب، وهذه تهلي، هذه تهلي، قلنا لكم هاي ترحب وهاي تهلي. شوف الله عليكم قطع قطع، يعني يوم يقول لك صيغة يعني صيغة. شو الأول المقمش الناس عرفته إنه مقمش خالي فقط قماش، قماش بفرقته بمالات هاي السبتة اللي يحطونها هني لقب، يا غير المقمش حاليا اختلف. قلت لكم المقمش الأول الناس تعرفه فقط بالقماش، حاليا دخلوا فيه الفيروز والحجر والذهب، دخلوا فيه أشياء عديدة لا تعد ولا تحصى، فزادت الجمالية، فزادت الجمالية. شوفوا ترى اللي تشوفون المري هاي من الشناف هاي توني صورتها أول بادي غير عن هذه، فرق. هذه غير، هذه داخلها شرات المينة، مينة وهي مبمينة، أما هذا سمعتوبة المعرة اللي عليه رضوان من الله، فهذا اقبضه اقبضه شوف هذا المعرة، هذا المعرة، اسمعوا يضرون العرب المعرة والمعرة، هذا المعرة. شوفوا هاي على تكاليف المنثورة الأولية، الأول منثورة ما هي فيها زناطي وزقادي لا، بس تي روحها المنثورة الحين لا. شوفوا شوفوا الزين وايدة التشكيلة، تشكيلة وايدة. أما هذا عادة يشيخ على رعاية المعنق ورعاية الجيد المعنق والبشرة البيضة اللي تصالك، والباجي ها عندك هذا السمر ونيتها للحنطاوي، وهذا اللي المحموس بدمه، وهذا لابوي عاد هاي الشنقة العنقة هذا يطيح عليها. وايدة الأشياء عندهم، عندهم الصياغ لا تعد ولا تحصى، توالم جميع الأدوار. يبل عليك الصيغة هاي لفوق العود منهن، أيوة 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 أيوة، وتجيب تجلب إياه يجلب الله رأس أدوان الله. شوف الله عليكم، شوف شفتوا هالنمونة أنتم حياتكم من الله خلقكم. شوف ها فيه صفد، حد يسمي صفد حد يسمي صدف، أشياء تول تول، هذا من الصوغ التول، هذا من الصوغ التول. شوف الله عليكم هذه نقول لك الدلال، هذا الدلال طالع وزينة. ودر التليفون، الو الو، ودر التليفون، ودر التليفون، اسمعني الحين انت شيء اسعار خاصه شو عندهم؟ شو معك الاسعار موجوده عندنا والعروضات موجوده عندنا لاول مره تاريخ سالم الشعيبي يستوي العرض بالمصنعيه 41.5 بعد يعني، وبعد عندك بالنسبه للالماس بدون ضريبه، الماس بدون ضريبه، وموديلات وتشكيلات جديده. كم عمره كم عمر المحل الحين هذا؟ العمر المحل سالم الشعيبي في العين حوالي 18 سنه، اليوم 2005 اول افتتاح كان فرع العين من 2005. ما شاء الله ما شاء الله. صلاح حط هالكمام، ايوه حرة الذهبان اللي هناك المراري ها على كل سنطوان وكل عمود دنيا تول، أشياء موجودة أقول لكم مش موجود في أي مكان، شيء تول 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 لا صار ولا استوى. أوه 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 أوه. أما هذه يا حافظ يا حبيب يا ربي، سبحان الله كم بصور لكم، ما أروح مو أبوي أصور الدنيا هاي كلها، وايد هالأشياء. هذا طلع تعب أظهر هذه هذه يا ربي ما شاء الله عليك يا سالم، ما شاء الله عليك يا سالم.
ستمي هذا ليش يروح معزول؟ هذا من القطع المميزة. ما اسمع كانت تترمس القطع عمر؟ المميزة نادرة. شو اللي يميزها؟ اللي يكون هاي شغلها اكسترا. سالم الشعيبي اكسترا شغلها الاكسترا كان مصنعيتها 88 الحين استوت 67. انتم على فكرة انا هذا اخذت منه. وبايعتوني اياه يوم كان بالغلا. انزين وحينه انت مستعجل علي قلنا انتظر بتصير يعني ما بتردوا علي بيزاتي؟ منكم وعليكم. رب الله والله ما بيعطوني حتى بيز واللي دفعته. اخذت انا منه اول ما طاحن. جميل اخذت منه هو طقم ثاني بعد خوط الخناقي. اثنين اخذت واحد صغير وواحد عود يعني يلبسه اثنين تنضربه. ونزين هذا يعني الفرق بينهم يعني الحين الاول مصنعيته كم هذا 88 والحين استوت 67 يعني شيء فرق وايد الحين الاول مره تصير الخصومات هذه مدخل رئيسي وحين نحن بنسير بكم فوق ما رد انزل التصوير حريم يا سات منك الحين بنسير فوق من هالطريق نسير فوق بنصور لكم مدخلنا اللي دخلنا منه جينا من الدرعي هذا ها ركبنا ها. طلعنا أول ما تطلع شوف الصورة مجملها جنة الفردوس يا أبو خليفة جنة الفردوس يا رب العالمين هذه يبتدي المعرض من تدخل عادة تشوف هالمبنى نفس الحجم اللي تحت يا غير هذا كله ألماس هذا كله عقود ألماس من أصغر قطعة إلى أكبر قطعة من ختم مراري صياغة كبار كل شيء اللي تشوفونه موجود عندهم جميع الدرجات هيك عن قسم خاص فقط لأرزانو هذا القسم اللي تشوفونه كل أرزانو من أكبر عقود إلى أصغر عقود تلقطون أشياء روحاً بعد ختم مراري نقالس عقود كبار صغار أشياء limited edition أحجار مش موجودة من قبل قماش ويا ألماس وايد الأشياء اللي عندهم ما تروب تحسبها ما تروب تحسب ولا تروب تحصاها لازم تقومون بزيارة اللي بيزور المكان بيشوف فيه العجب أني أنا أروم أصور كل هالدنيا يباي 45 ساعة أسكنت أنا أبوي ما أروم فلذلك أبوي تلقط كل شيء عندهم ها ثائر؟ نعم موجود كل شيء. ربني الشواهد هاي؟ الشواهد شوفوهن بحياتكم تشوفتوا هالدقة وهالحرفنة وهالجمالية ألماس على ألماس على ياقوت على ياقوت ألماس وياقوت شوفوهن أظهر لي ياها شوف الله عليكم عمركم سوليتيرات سوليترات أحجام كبيرة كلهن أرزانو ناهيك عادة عن اليلو دائما والروز دائما وكلها ما في شيء ما بموجود عندهم ما في شيء ما بموجود عندهم مالك إلا أنك أتي وتطالع وتلحق على الخصومات اللي مكسرة هالدنيا شيء تبي تقول لي؟ يا بالنسبة لخصومات الألماس لغاية 15-12 أها خصومات الذهب والألماس الألماس طبعاً ما عليه ضريبة القيمة المضافة تحملها شركة سالم الشعيبي للجوهرات بخصوص القيمة المضافة نعم. وحياكم 100 أهلا وسهلا فيكم شكراً جزيلاً شكراً سنة طالت عماركم من قسم أرزانو الحين القسم هاي اللي تشوفونه هذا كل القسم هذا اللي تشوفونه هذا عندهم تصفية بسعر التكلفة شو بتقول لي؟ بسعر التكلفة طال عمرك والضريبة بعد علينا كل هالدنيا هذا السكشي كله كامل فوق وتحت واللي ورا واللي قدام هذا ترى عندهم مئات بالالاف من وبعد عندي بعد بالخزن مليانه اللي يبا موجود كله موجود موجود كلش ايه هاي بقول لك تول ايه ما تنقز الا السمين شيء مكود ابوي شيء مكود مسوي الشغل هذا ابوي يوم الصبي راقد بالبارح واليوم ايه يوم الصبي راقد شوف الله ها كله سعر التكلفة تصفية عامة بحط لكم الرابط في الواتساب وجميع حساباتهم للتواصل وعلى عينك يا تاجر مثل ما قالوا هالمصر نبي نختبر ذكاء صلاح صلاح أعطى الفنيات صلاح نعم تفضل شو هالقهوة صلاح سعودية
ما شاء الله عليك يا صلاح. مخ انا هدريبك انك عندك مخ والله، غيرك اللي ما يايده المخ. ما شاء الله تبارك الرحمن. نعم هي نعم. نحن وين بنسير الحين؟ انت خبرني، خبر الجمهور وين بنسير نحن؟ لا تعرف خيمه زمان، نحن سايرين طالت اعماركم خيمه زمان، عندنا اعلان. ايوه قدع، ايوه قدع، يلا دق الحديد هو حامي. شوف الله عليكم ثوب هناك. صلاح تعرف هذه منو؟ مني هذه؟ هذه من هيان، ام من هيان، ما زال اللي عليك هالمعره. يا سلام يا المصريين يقولون حياكل حته، واللون الاصفر روحه يا ابو غادي عليك غير نمونه. ما اشرع من الصيغه. يا سلام تبارك الرحمن، ما زانت الا عليك يا من هيان. يا مرحبا يا مرحبا بام من هيان، ما شاء الله تبارك الرحمن. ما شاء الله في كل محفل وين ما اصير، في كل مكان في صياغ وفي ذهب وفي شيء، الله يسعدك تكوني موجوده. الله يسعدك. يا مرحبا بام من هيان، يا مرحبا. سبحان الله، وين ما تصد في العين تحس كانك جالس في غابه نخيل، فلذلك يطلق عليها واحة العين، واحات العين من كثر النخيل تبارك الرحمن اللي فيها. ما شاء الله تبارك الرحمن. ديوان دوار الديوان، دوار الديوان، دوار ليبل، دوار الديوان، دوار ليبل، هذا دوار الديوان، وهذا طالت عمارك المكان اللي نحن جايينه، خيمة تسوق، يسمونها خيمة زمان للتسوق. اللي ما شاف أسواق ام بي كي في 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 بانكوك اي هني نفس طريقه العرض، لكن هني الجوده اكثر والعدد اقل، الجوده اكثر والعدد اقل. نفس العالم اللي هناك مفروض يجون هني يطالعون. المرور لازم يكون طالت اعماركم عندك المرور الاخضر. المحلات اكثر عن 150 محل في دورين، 150 محل في دورين، ما في شيء تحتاجه الأسرة إلا وهو موجود عندهم، من نعول قلاليب. شوفوا اللي فوق الدور هذا، اللي فوق الدور هذا كامل، كل أكبر تجمع بيع عبي أظني في الكون، أظني في الكون. وهذا عاد عندهم من تدخل تلقط هل بالفرش، هل بالعطورات، هل بالزيوت، اللي يخطر على بالك تلقطه موجود. السلام عليكم. يا هلا، كيف حالك؟ نورتنا خيمة زمان. إيمان من إيمان؟ أنا هون منسقة التسويق في خيمة زمان. إن شاء الله. ما شاء الله عليك. كم يا إن شاء الله؟ إن شاء الله بتشوفوه بخيمة زمان بكل فروعنا. حاليا نحن موجودين في فرع مدينة العين. عندنا طبعا التسويق الأونلاين، تطبيق انطلق والحمد لله أمس. عندكم كل شيء موجود من المحلات يناسب جميع أذواقكم. كل ما يخص المرأة والطفل بيكون في مكان واحد إن شاء الله. شوفوا على لحظة، على فكرة أنا قلت لكم إن بي كي في 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 بانكوك العالم تعنار من آخر الدنيا، كل شيء على نفس تكاليف إن بي كي، على نفس طريقة العرض، على نفس طريقة وكمية الموجود عندهم. في أشياء يعني ما توجد في أماكن ولا مولات كبيرة ولا مراكز كبيرة تلقط الأسرة تحتايلها، لكن موجودة هني. ما بكل شيء تلقطه موجود في السنوات الكبيرة، المراكز التجارية الضخمة في أشياء توجد في المراكز العادية اللي للأسر، اللي الناس العادية تلقطها مش موجودة في الأماكن الكبيرة. فأشياء زينة عندهم وأشياء جميلة وأشياء فنانة، الناس تعنا لها من آخر الدنيا عشان تكون موجودة. سلام عليك. هلا والله. شو عندك؟ شو عندك؟ عندي تشكيلة وايد حلوة. الله أكبر. حد يجي من طرفك أحلى خصومات وهدايا بعد. أوراقي. ايوه احلى عروض. كل شيء عندها. ها شوفوها هذه، ها كل شيء عندها يميع الدنيا، كل شيء يخطر في بالك. ما بالله هذا بغيت مخاوير، ام بغيت محل 62 بعد رقم محل 62 ما يخصني. عند ام عمر. ام عمر انت من وين؟ انا من سوريا. والله والنعم فيك. من وين في سوريا؟ من حلب. بارك بارك الله فيك، بارك الله. نورت المكان يا خالد. ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك، تتبعك العافيه، الله يحفظك. شوف القصه كلها واي حد من طرفك احلى خصم. شوفوا في ام بي كي تتعنى اسر كثيره تدور من هذين البناطلين اللي استرتشات، الناس تاخذ بعشرات الدرازن بهايك الحكي، وشوقل ما تشوقل من
من الأوزان ووزن وشرق شرق وغرب، هذا مكودات عندهم، وقطن بطن على بطن وظهره، والناس تأخذ أبوي والله أنا روحي أخذ عشرات الدرازن من هنهايل وأجيبه. هي والله كم؟ 400. أنتي منو؟ شو اسمك أنتي؟ أنا اسمي ميمي. ميمي؟ أنا اسمي خالد. لا اسمك كامل شو؟ مولو. لولو؟ مولو. مولو. أيوة. وميمي منو؟ يعني اسم دلع. دلع بعد. هذا مالك المكان؟ أيوه هذا محل أختي وأنا هني. ما شاء الله، هذا محل أختها وهذا وهي هناك. هاي محلات العطورات، محلات مراشد، أي شيء تبونه كل شيء موجود للأسر كلها، كل الأسر، كل الأسر جاتها كلها بتلقطونها في مكان واحد. يعني بدأ ما تصير تأخذ حق الصغارين من مكان، حق الكبارين من مكان، حق العمال الوافد اللي عندك من مكان، حق هل البيت، حق اليار، حق الصديق، الصاحب اللي بتوديه من شرق من غرب، كل شيء يبوي بتلقطه عندهم. مكان أقول لكم أكثر عن 150 حفيز، أكثر عن 150 محل، كل شيء عندهم. مش بطلع يا ربي ما تشربش، أعطيني أشوف أحتاس هيكي أشوف. هذا من وين أحينا؟ هذا من عند منو؟ إدارة خيمة زمان. شكراً، هذا أبوي من إدارة خيمة زمان حقيني أنا. أنت شو اسمك؟ آية. ما سمعت؟ آية. أنا اسمي خالد. شكراً يا آية، شكرا على هالورد اللي ما يجيش الا من الورد. بارك الله فيك. شكرا بنتنا العزيزه ايه على هالورد الجميل. شكرا بعد خيمه الزمان على هالورد الجميل اللي جايبت لنا ايه هالفنانه الطيبه. من خطفنا عنا هذاك حفيز اخته، وميمي هذا حفيزها. حفيز ميمي في عندك اوفرات؟ ايوه في تنزيلات. ايه متابعينك. 5 حبات ب 100 نصكم. 5 حبات ب 100؟ وين هالتصنيع؟ وين؟ نصكم. 5 حبات بمية؟ هاي. ما شاء الله عليك، شكرا يا ميمي. ثانك يو ميمي. قلاليب، مخاوير، الاستعبال اليومي، جواتي، نعول، ما شيء يخطر في بالكم الا هو موجود. هذا ها هذا الباب فتحت له، اهلا وسهلا قلت له. هي شو اسمك انت؟ عماد. عماد، انا اسمي خالد يا عماد. شو عندكم يا عماد؟ مثلا هذا البش قصه كويتي. ها؟ قصه كويتي. قصه كويتي؟ عم بيعه 300. اسكنوا بهالكويت ما عندهم هالقصه. يا ربي ما كذاب، احس انك كذاب. لا والله. والله؟ 220 درهم. شوف انتم. المهم عنده اشياء جميله وكل شيء فنان. ها احسن. شوف لي هذا وشوف لي هيدا، كل شيء عندهم مكون ابوي، قلت لكم جميع شرائح المجتمع تروم تي وتتبضع وتاخذ وتتشرع. السلام عليكم. تتبعك العافية. شو عندك؟ عندنا شيلات ألوان. هي كل ديزاينات، كل 3 حبة بمية. 3 ديزاينات بمية. ما شاء الله. 4 بمية من القطن. شيء القطن 4 بمية، وشيء اللي من غير 3 بمية، وكل شيء أبوي بيع اللص مخلص مسوي لكم. ما شيء ذوق ما تلقطون أرضاء موجود أبوي عندكم. في حد يقول زين ما زين؟ ها؟ في حد يقول زين ما زين؟ لا كل زين. كله زين. كل زين. شو اسمك أنت؟ حياة. 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 أنا اسمي خالد. خالد الخالدي. سلم لي على هدى. بعد؟ أيوه. هدى فصلين 15 أنت من هاي. أهلا وسهلا فيك هدى. حياك الله، مرحبا بك يا بنتي. مرحبا. بنتي لا أنت أختي عبارة، صح؟ أنا قلت بنتي غلط. لا بنتك ما في مشكلة. والله؟ سهلة. أنا بعيلي أنا يد السكن. أخوك جد. حياة، شكرا يا حياة. حياة مغربية. بارك الله فيك يا حياة. إن شاء الله خلي بنمشي بنصور ونحراج بصور وياك. مرحبا مس خالد، كل شيء ديسكاونتين. الله بك. مرحبا. قولي صبري صبري صبري، قولي مرحبا مرحبتين. مرحبا مرحبتين. مطرقة وتلابي. مطرقة وتلابي. مرحبا بنور العين. مرحبا نور العين. مرحبا دبل. مرحبا دبل. ساعة ذهب. ساعة ذهب. صنق الحبل. صنق الحبل. صنق الحبل. إيه. تعالوا محل إثيوبيا. هذا ها كل أبو يروع إثيوبيا، كل شيء سامان إثيوبيا عندها. ما البنات كل شيء موجود. اشكر فنك. شكرا شكرا شكرا. شو اسمك انت؟ انا اسمي حنان دبا. رب الله تج وين بنات تعالوا تكيروا، مش لازم صالون، كل شيء موجود. بارك الله فيك. اقول لك اقول صبري، هذه حرمه مني؟ هذا مغربي، فطوم مغربي. هي شو تسوي هذه؟ شو تبيع؟ كل شيء موجود. تعالوا محل فاطمه اسمها ولا فطوم؟ نفس الشيء. انزين شو عندك فاطمه هني؟ عندي اشياء تركيه، في تنانير، في زي. اشياء زي. شتويه. بارك الله فيك ان شاء الله. هاي لبسها هذا عباه حينه؟ عباتي
نفس العبالة كان هذا منصوف. أيوة. كم قيمتها هاي؟ هذا كان 220 بس لمتابعينك 150 بس. وبعد عقي عشاء بارك الله فيك. آه على ما تشوفون لا يتم قلاليب ولا في شيء. هاي زيدي فضلك. اي ها مشان انتم كل شيء عندهم. ها كل شيء ابوي ها ما تشوف هذا ابوي هاي القسم هذا ابوي عندها كل اكسسوارات. ها كلها سوسوارات. تعال كذا وهاي تعال كذا. ايوه تعال 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 ولا ابعث رساله. اه يا حبك يا روحي سوالي ما ادري. يلا شو عندكم؟ تحبك يا ريت. ماشي اوكي. احنا عاملين عروض حلوه عشان خاطر خريف الكلب. زين هذا ابوي عندهم عروض حلوه جميع القلاليب. ها القلاليب المصريه. قلاليب مصريه على كم هاي القلاليب؟ من الى الاطفال 5 ب 100 عشان خاطر خريف القلابيه. الخمس قلاليب ب 100 ب 100 لا اله الا الله. اه حاجه ما فيش بعد كده. عاملين كمان الدجاج 3 ب 100 قماشات احلى قماشات. كل قطن قطن مصري. قطن مصري هي بالها. هاي الخمس بمية؟ الخمسة بمية الأطفال. والمال الكبار؟ والدجاجي ثلاثة بمية. وعندي القطميات كمان سبعة بمية. تبارك الرحمن. القطميات قطن مصري وقطن. شو اسمك أنتِ؟ أنتِ سارة. أنتِ شو اسمك؟ أيوه. اسمك إيه؟ أم أحمد. أم أحمد شكرا يا حق أم أحمد. وها مال الصلاة عندها تفضلي. تفضل. عندي كمان الصلاة. مال الصلاة. ماكم رديت لمرة ثانية والسبة إن راعية المحل هذا ولدها ربيع ربيع ولا ربيع حياة ولدي محمد رحمه الله عليه. فهذا البزنس مالهم وناس طيبين ويا ويد اعرفهم زين ما زين. وعندهم نفس المنتجات اللي قلت لكم هالبناطلين اللي يبونهم من تايلند كميات كبيره فري سايز هايل. وعندهم اقطان وعندهم اشياء حق اليهال واسعار كم المحل 41 41 محلهم. هذا عندهم كل شيء زين في ديسكاونت. في ديسكاونت. انت شو اسمك؟ انا اسم مريم. مريم انا اسمي خالد يا مريم. ثانك يو مريم. ثانك يو سو ماتش. في شيء في الدنيا ما موجود عندهم الاكسسوارز اللبان الدخون. هلا ابوي كيف الحال؟ كيف بخير الله يسلمك. هلا بك وسهلا. ما في شيء اقول لكم في الدنيا ما موجود. بخور صلاله. هذا انت اهل النخوه والاصاله. بعد كل شيء عندهم كل شيء عندهم اللي يبقى ياخذ هدايا ولا ياخذ حق زيد ولا عبيد حق فلان ولا علان. المشكله ما ادري ليش النمون رخيص. انا اول مره اي هالمكان رخيص. رخص التراب رخص التراب سامانهم ابدا. التحرى مسروق. هلو هاو ار يو؟ ام فاين ثانك يو. مي انو هو ار يو؟ ام تشاينا. تشاينا قولي لي يور نيم. تشاينا يا ام تشاينا. نيم 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 تشاينا. ماي نيم جين. هذا بروح اروح اتصنع تصنيع خاص ابوي ولا اللي يبقى. تصنيع خاص هاي عندها. ثانك يو. من المحلات والمعارض الله يسلمكم عندهم اللي موجودات عندهم كم معرض كلهن قلتي لي؟ اللي موجود هنا كلهن؟ كم محل؟ اكثر من 150 اكثر عن 150 محل. اغلبيه المحلات كلهم مسوين اوفرات او عرض. يعني ما قلت لكم ما شيء مكان ما في عروضات والعروضات في كل المحلات. ما بمحل دون عن الثاني. لا يتم محل نظارات، لا يتم محل جواتي، لا يتم محل الاشياء مال فساتين، كل اللي تتوقعون محل عطورات كل شيء مال كبار صغار كلهن عندهم عروضات. وكل عرض تلقط الخمس بمية العشر بمية قلاليب كل شيء يخطر في بالك. ويب بعد ثمانية بمية الله أكبر ما أقول عنك شيء. ثمان بمية شوف أنت بعد هذا زاد عليهم كلهم. هاي ستة بمية رسومات. شوف انت كل شيء ابوي عندهم ها وكله وجوده عالي وقطن وفنان اللي بياخذ طالت عماركم. كل المحلات اللي انتم تشوفونهن كلهن ابوي عليهن عروضات. عندهم بضايع من العطورات لين شامبوات لين نعول لين بشوت لين بخنق شنيول بقره برقع كل شيء يخطر في بالكم موجود عندهم. كل شيء يخطر في بالكم موجود عندهم. ما في شيء صابون من بلاده دنيا ما في شيء مش موجود عندهم. ما في شيء ما موجود عندهم. لا يتم شباصه لا يتم ابو زليق لا يتم لا ما في شيء ما موجود عندهم. بعد مسوي بعد خصومات صوابين كل ابوي عنده خصومات. خصومات مثل شو يعني؟ خصومات هاي كانت صار 120 80 درهم. زين شكرا. السلام عليكم كيف حالك؟ شو اسمك؟ حياة. حي عنب وكلهن حياة؟ كم وحدة الحين هاي ثالث حبة ما اسألك اسمك حياة؟ عندهم الأربع حبة. ها الأربع بمية. طلع اللون هذا ما زين.
ما في شيء مش موجود عندهم. لا تقولوا ما قلنا لكم. هلو. السلام عليكم. السلام. كيف حالك؟ الحمد لله. انت بخير؟ شو اسمك؟ ياسمين. ياسمين يعني ما بحياة. ثانك يو. مرحبا. هلا ابوي. ها هلا ما تشوف. 9 حبات على 200 و7 حبات على 200 محل 7 ب 200 وكم؟ و9 ب 200 و9 ب 200 محل 11. كل شيء عندهم. هذا دقلات بشوت. ها صور. شلطه 50 شوفوا. ها على 50. شلطه 50 هذول. وعندنا هي جواكيتات هاي. كلهن جواكيتات. جواكيتات هو يقول جواكيت. جاكيت هذا دقلة فروة اللي تبونه. محل رقم 10 بالتنزيلات خاص. اي اطفال يلا بيدرها. شكرا جزيلا. النسواني هذول هذا شوفون اكثر من الوان. والله لو انا خدمهم ولا بيعهم ما يسدني فيهن 2000. هاي على كم هاي الوحده؟ 200 بالتنزيلات. 200 شوفوا. والله لو عندي وانا بيعهم ما يهون علي حتى. ها شوف الدنيا. ها وهي الحرمه تقول عامل عروضات صارت هناك. خرز وما ادري شو قلاليب كل شيء. كل شيء موجود عندهم. السلام عليكم. كيف حالك؟ شو اسمك؟ تيتي. في شيء نحن تيتي تيتي مثل ما صرتي تيتي. قولي تيتي 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 مثل ما صرتي تيتي. ما شاء الله عليهم. ها كل شيء عندهم. مال اثيوبيا انتو؟ بارك الله فيك. سون ما قولتي لكم مثل من اول ما جيت ان شفتوا. هلا ابوي هلا بك. شفتوا محل ام بي كي اللي في تايلاند؟ ابدا ام بي كي لكان عاد هني على ارقى واخير وانظف. 38. انت تعرف اغنيه الطش تقلي الطش تقلي يا حلو ومستحم. الله غنيها غنها غنها غنها. الطش تقلي الطش تقلي يا حلوه يلي ومستحم. وكم رغم محلك؟ كم رغم محلك؟ 38. اللي بيشتري بيغني له. ان يا انت اشتريت ولا غنى لكم لا تشتروا من عنده. حد يجي من طرف عم خالد. بارك الله فيك. بارك الله. هذا ابوي هذا عود وعنبر زعفران والبان بنواع. ها على ما تشوفون. ها في 8 حبه 100. على هواك. ايش اسمك انت؟ نامك يا محمد عبد الله. وانا اسمي خالد احمد عبد الله. الحمد لله. ثانك يو. انت منو اول؟ معكم محل مياسه طبعا بخيمه زمان. اهلا وسهلا فيكم. اهلين. احلى واطيب الاسعار. اهلا وسهلا بالاحباب. زارونا والمل اطاب. شو الاكل الشامي مبارك؟ يجنن. يعني شو عندك؟ طبعا عندنا بضاعه تركيه. نحن مميزين طبعا باللاين مالنا. ما بيحصلوا شراتنا بهالدنيا العوده على بركه. بارك الله فيك. بارك الله فيك. ها ما شاء الله. ما لا تقولون شيء ما موجود عندهم. وانا هذه. وانت شو؟ انا طبعت ما شاء الله. انت منو؟ ليلي. مرحبا بك. ما يحتاج يشوفون. 33. ها ها فوريو. ها يلا زوم. اكبر شيء سوينا لك. يلا شكرا جزيلا. هذا كها ها ما شيء ما موجود عندهم. نحن في الدور الاول. يوم اقول لكم اكبر تجمع عبي يوجد اظني على مستوى الكره الارضيه. ما كذبت. ها ما كذبت ولا بالغت ولا زودت. ما فيه عباء في الدنيا الا موجوده عندهم. ها شيء عبي تمن في البخاخير ولا في الاستورات كله موجود عندهم. ها على ما تشوفون دنيا والدين. ما شيء عباء في الكون الا وهي عندهم. اكبر تجمع عبي في الكون اظني في العالم بعد. ما اظني شيء اقل عنه. هناك شيء كنا يديرات شوي هنا. الو السلام عليكم. في اوفر؟ ما شيء ابوي هذا ما شيء اوفر. لا تقول ما قلنا لكم. ما شيء في الدنيا العود ما موجود عندهم. ما قلنا لكم عندهم مدخلين. هذا المدخل الخلفي هذا باركنات فري. والمدخل الامامي اللي توني صورت لكم اياه هذا الدور الارضي. وهذا الدور اللي معاليه الدور الاول. اكبر مثل ما قلت تجمع عبي يوجد عندهم. اكبر تجمع عبي عندهم. رائح المجتمعيه الاماراتيه عديده. في اللي يلبس العباه او السويعيه 100,000 وحد من الوادم حتى لو عنده مليارات يعيب يلبس الشيء العادي. هذا المكان اللي انا الحين صورت لكم اياه يقدر يرضي جميع شرائح المجتمع. كل انسان في الكون يقدر يعامل هالمكان. كل شيء عندهم. كل شيء يخطر في بالكم عندهم. ما في شيء تدوره في السوق ما بموجود عندهم. تعالي. يريد قهوه اثيوبيا؟ اشوف. جبت لك قهوه اثيوبيا. قولي والله. قهوه اثيوبيا. رقم واحد؟ رقم واحد هذا. شكرا.
شكرا إدارة متجر زمان وخيمة زمان على هالوردة الجميلة. حقي حقي بسمي حاطينه فيها بتحروني يبين من الدرب. فرفعوا دقوا الرابط بتلقطون عندهم واتسابهم وموقعهم ولوكيشنهم كل شيء عندهم. بس أي شيء تبون بتلقطون على هالرابط. أي سؤال أي استفسار أي بيع أي مشترى عندك دونك أي شيء هالرابط من الدقونه بيوديكم وطالعوا اللي تبونه كل شيء عندهم. هذا غدائنا طالة عماركم. سلمون ذراع فيها حوالي 2 كيلو. هذا مشواي ورقم واحد وعيش أبيض بحشوة عادة شياط مسواي له لومي وثوم وما أدري شو الأشياء هذه وفلفل وبصل وسلطة وخل حولي ومكدوسة ما زلمات وهالي تسوي أم محمد الشتني وخيرات الله. أما السلمون عادة فريحته من عند الباب من كثر ما هو خني. مفهوم خاطئ عندنا نحن والله والله. لازم يوم بتاكلون السلمون لازم بسكين وشوكه. هذا كله بوي ثوم مدفن في العيش وحين يوم تظهر من العيش هو حار يتفصص التحراه زبدي غدي ما في ريحة ولا شياته غدي طعمه فنان وغاوي. واللي ألد عنه السلمون يوم بتاكل بهالطريقة. صلاح اسكت حبيبي بهالطريقة ما بلازم شوكة وسكينة وعدالة ما شبوتيت وما ما زينها ادهينة وهنموها شو غدي عافي ريج أخيرا ما يكون. هذا عشو بطن قبل الله الذبان بطنها السلمون هذا الخاصر هذا من الرقايق هذا مال البطن أخيرا ما يكون ومن هالعادة طاح هناك وين جد الرأس. صلي عاد الحين انت صليت الو صلاح صليت المغارب والعشاء اول يعني دي اشو هاي لعب انت شلكم انتو حاط الاذان على كل بلاد كل دول العالم اللي يذنن مشترك وياهن شو هذا صلاح اذان بلاد وحده حط ما عجيب يدي عيلي خصه حاط كل بلدان الكون يذنن عنده هذا كله مطوع يعني صليت 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 المغارب صليت المغارب شوف الزين انت شوف يا ابو طالع الزين انت هني وياي العرس الحين هي بنخطف العرس ما بيصير هالنمور كأنك كولي ما بتبدل نحن جايبين شالات اثنين واحد قلنا لك حق الصبح وواحد حق المساء حق العرس قال لي دز بالشال شال الحمر 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 هذا كله رنجي يلا الله عليكم مكان هادي هاي جلستنا جلسات المساء هاي لس والله صوخ منطقتنا هادي ما فيها ازعاج ابدا كلن في بيته وكلن هادي وكلن صاخ لا شيء ازعاج لا هم من الله لا عندك لا اليك قهوتنا فوايلنا وعلى ما قالوا الاوليين ماكلات وشاربات ومنحات الموت شو يا ابو ابراهيم مات وها جايتنا الورود وجايتنا الدنيا شكرا يا بنت ابوها شكرا يا بنت ابوها على هالورد اللي طرشتيه طال عمرك مشكوره 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 أشوف حال الله 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 يا سلام يا سلام أميلي علي يا ميلي ليلي يمز النار النيلي أنا من مخان بقلبي نار خدش كهرباء بيضوي ليلي خدت ها بس عبب ليش شو أبدا جبلي شوية سبحانه هي حبيبي مشكلة لا أبدا ما شي مشكلة اللي تشوفه صح وبنسوي اللي تامل تتأخر ما بتأخر بنخط بنسلم على المعاريس المحمطرتين زين يلا حط الفلتر ورور الناس الزين والدل والدلال والعدل والزين هذا اللي تشوفونه مره تبارك الرحمن ما في الحاضر مدح معرس معرس مع كل لحظه معرس وكل ثانيه معرس وكل دقيقه معرس حياتي كلها وانا معرس الحمد لله رب العالمين
واحد ما بيقولون والله، وكل يوم صبح مساء كنا مصبح علي عيد وكنا مسي علي عيد. ما اشكو من باس شال ابوي من راسي الصدعه والديانه، لا طالب حد ولا حد يطالبني، حاط راسي في الاخداع ومفتك مصداق. هي ماكلات وشاربات من حات الموت مات ما يخصني في العرب. فلذلك الصبح لبسه والمساء لبسه والحمد والشكر لله سبحانه وتعالى. فضل من الله راحة البال، تبى راحة البال فك عمرك من طالع العرب، فك عمرك من القال والقيل، وسلم سلم على عمرك وعلى شبابك وتعيش النمونة. صاحي ستة عشرانة دبت حياتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير والنور والرضا والسرور. وين بهالحين بنحضر عرس الجماعة ونبارك لهم ونحن مكملين دربنا جدا وضبي الحين هذا. البلاد ما شاء الله تبارك الرحمن حكومة وشعبا، عمليات وزيارات واجتماعات وسفرات وصفقات وعلوم ما شيء أكثر عنها. هذه السنة والعام وعام الأول وإن شاء الله والحول والحائلة واللي من وراها، هذا كله بو إنجازات من استوت الدنيا وإماراتنا كلها، إنجازات في إنجازات. لكن يحطون لك لوحة فيها اليوبيل الذهبي، ها اليوبيل الذهبي عام 50 50 سنة 50 قيام الاتحاد 50 سنة، هذا في لوحة إشارة واحدة. الإشارة الثانية 1971 هذا بعد في نفس اللوحة، هذا كله في الشو في لوحة واحدة. وفي نفس اللوحة يوجد رمز فتح خط دولة الإمارات اللي هو 971. هذا أولا، يعني معناته عندك اليوبيل الذهبي 50 سنة وعندك تاريخ قيام الاتحاد 1971 وعندك الكود رقم فتح الخط مال دولة الإمارات. تحرون اللي هاي، هذه وحدة من بين 222 لوحة، كل وحدة أخير عن الثانية. منو أطلقهن؟ أطلقهن طارق عماركم شرطة أبوظبي والإمارات للمزادات. هذا الشيء هذا حينه دق الحديد وهو حامي، منو ما يبي التميز؟ مزاد عليهم أرقام مميزة، أرقام مميزة، كل واحد أخير عن الثاني. وهذه فرصة، فرصة لا تكرر. تقدر تبيع، تقدر تشتري، تقدر تحتوي، تقدر تدخر، تقدر تدخر، تقدر تيودها، تقدر هذا يوم بتتباهى تتباهى بشيء النمونة، شيء مرة فوق الرأس ينحط. أرقام كلها مميزة ومناسبات تفرح الخاطر وتسعد الناس كلها. أرقام العاصمة يا جماعة الخير، رقم العاصمة روح يا ابو كلبت تحط انت رقم العاصمة وتحط به في سويسرا ولا في لندن، عيون العرب كلها تتجلع يا ابوك. ما رقم دولة الامارات والعاصمة شو خليت؟ ايه المفنود مفنود. اللينك هذا وعندكم، ما عليك الا دقه ويوديك ابوي التطبيق وتنزله بتشيك على اللي تباه واللي ما تباه. قرار عندك ولوحات ابوي وما تتعوض، باقي عليك المجنجو على حسب المجنجو اللي عندك. بيزاتك كم؟ بيزاتك كم؟ وطالع اللي يناسبك وحط عليهم زايدة. أرقام من ما تشتهي النفس، هاتشوف بالله عليكم. منو يهون عليه يشوف هالأرقام كلها ما يرغب فيها؟ كم بطالع؟ كم براويكم؟ طح طح ما زينهن يا أبوكم، ما زينهن. فئة الخمسين نحن جيلي بنوصل معاريس. صلاح طالعني وين سارين؟ عريس. أشكر فنك. يلا احتفالا باليوبيل الذهبي لعيد الاتحاد 50 لدولة الإمارات، تطرح القيادة العامة لشرطة أبوظبي 222 رقما مميزا للوحات المركبات من الفئة 50 في مزاد إلكتروني بالتعاون مع الإمارات للمزادات. بادر بالمزايدة الآن واحصل على رقم وفئة مميزة لعام 50، 50 عاما من الريادة والتميز. أعماركم راشد بن محمد
بن عيد بن زنيد القبيسي. والله مرحبا. نعم هذا ابوي كل معرس يعني والله دخش الحين. انا في وين؟ نحن في منطقه الختم. نعم وشرفتنا اول شيء بالزياره الجميله. الشاهد الله انك فرحت. الله يكبر شانك. لا خلينا. ومن العرب الغاليين اللي زارونا اليوم في ذمتي ذمه يا ابو محمد. جابك الجنه. نعم زي. وعند محمد خليفه بالقطري الخيري. والله مليار. نعم ونعم يعني والله نعم النسب. نعم النسب يعني والديك كرينا يعني والديك كرينا اللي مثلك ابو محمد الشرف بحضور. لا خلينا. وانت من العرب الغاليين يا زين. يا الظفر ما يفتش من اللحم انت وهل. لا خلينا والله العظيم ضربه وياك يا هاليتكم. في ذمتي ذمه العرب الغالي. يعني يبدأ الله يكبر شانك مثل ما يجي. يعني والديك كرينا شهد الله انك فرحتنا في محلكم بين اخوانك. خلينا منك يعني والله تخشم. المعرس طالت عماركم احمد بن محمد بن عيد بن زنيد القبيسي. القبيسي محمد بن عيد طالت عماركم اكثر من غنى له قصيده جابر جاسم. اغلب القصيده الاولي اللي تحيدونه قصيد ابو راشد. اي نعم الله يبارك فيك افرح ويحفظ ابوك ويخليه ويطرح لكم البركه على والديك. تشوف ان شاء الله ذريه اخوانك. امين يحفظكم. الله يرحم موتاكم ويرحم يدك عيد ويغفر بن سعدون ويغفر الموسم بن سعدون ويغفر ان شاء الله لمها كلهم لحقتنا عليهم هاي اليوم. والله يا ابوك البيت بالبيت لو هم دين زايد يعني اللي ما ذوق حزنك يعني عين. بنزلكم حساب ابوي هذا حساب مميز غير نمونك. عمارك مبارك مبارك بن عيد بن زنيد القبيسي صديق طفوله هو واخوانه حياة عبد الكريم وحياة سيف ومحمد الله يحفظه وسعدون حياة احمد رحمة الله على الاموات. يطرح البركه فيكم في ذريتكم يا ربي. امين يحفظك. الاول ما اذكره مبارك فرق الفرق هذا هو الفرق. والله لا تشوفونه هذا الاول غادي يرمح وحيد. ما شاء الله عليه. الله يخليك. الله يعطيك العافيه يا رب. الله يطرح بركه فينا ما شاء الله. الشباب الشباب كلهم يجونون. ها صلاح ماخذ الجو. صلاح ماكل الجو ما شاء الله. اليويل هناك حافظ عليهم. حافظ حافظ حافظ. انا عيد اخويا. والنعم 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 بعيد. والنعم بعيد واخوانه. عاشوا 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 عاشوا. ما شاء الله عليك. والله يبارك. هذا المعرس احمد بن محمد بن عيد بن زنيد القبيسي. يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا بن صفوه القبيسات. هذا 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 الشاعر محمد بن عيد القبيسي. هذا ابوكم هذا عجين الزنيد. لا خلينا منك لا خلينا منك. يا احمد خليفه بن فاضل الهاملي رابين انا وهو ارباع من قامه الدنيا. الله اي والله يعني والله ارتحت. الله يطول لي عمرك. المعرس تبارك. يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا. ما شاء الله ما شاء الله. شو اليويله عجب عجب. هذا مالك على بنت عمي زنيد عبد الله عبيد بن عصان المنصور. مليار بالنعم مليار بالنعم. العب العب العب. الله يبارك لكم ان شاء الله يفرحكم اليوم ودوم يا ربي. اللي الفرح ثوبكم وملبوسكم. هذا هذا ولد سعدون. هذا ولد سعدون وخاله هزاع بن صلهم. والله نعم. هذا خاله هزاع بن صلهم. هزاع بن عبد الله خاله. ابو سعدون بن عيد. ابو سعدون. وهذا الريال هذا ما عاد ابو هذا مبارك عيد تعرفه. هذا الريال هذا خال خاله هذا خال خاله هذا خال دايم حياته امنه امنه يا ابو هذا عيد سعدون اخوي. هذا والله يا ابوكم الله يبارك فيك. هاي ابوي انا رابي ويا اهالي يتم البيت في البيت هاي كلهم. الله يبارك فيكم ان شاء الله. هذا هذا قدام يا سلام. ها قدام هلا بك وسهلا. من انت؟ انا ومحسن ابراهيم من غلط منصوري. والله مليار بالنعم. لا الحر يا انا هذا حر والله لو يرد
القيط يا معك الصوف من الشاد. نعم لينا كمل اربع شهور. يا بيخي اسمه عقل. يا حاي عقل يا حال. هلا ابوي. يا مرحبا. عقل بالفارس. نعم كلمه كلمه. عقلك عقلك. هذا ولد احمد ابراهيم بالفارس. هذا ولد احمد ابراهيم. حياه سعيد بالفارس يخصه. عمي. عقلك الله يبارك فيك. يا مرحبا. شوف اليوم وين هناك اليوم وين. ربني معاك خالدي. شوف المعرس المعرس هي حافظ على المعرس. طالت اعمارك ام محمد بن مبارك بن حي. اي هذا طالت اعمارك مع الديبه اول ما حكم زايد. نحن اليوم والله من يوم نحن يا حال ما تلاقينا. اي تراك عندي اظل بعشر. الله يرجع لكم ان شاء الله يحفظكم. ما شاء الله عاشم اللي يويله عاش ابو سالم عاش ابو سالم. لبيه اصبر علي. روح روح روح. طالت اعمارك ناصر بن يابل بن هادي. يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا صديقي. اخذينا منك الله يبارك لكم ان شاء الله. بس وعدتني يا متبجيني عيوني فيك. يلا عاشوا يا ويله. ما شاء الله عليكم. هاي شغل امي والله يا ابو محمد حق هالمعارس. يا حافظ. سالم خادمة النادي. يا خليل. ومن كل عين اعود حاطه. ما شاء الله ما شاء الله. هاي شغل امك لازم بتطعم انا. نعم. طال عمرها ان شاء الله. ما في ظهرت هنتين هنتين خيب. خالك كريم. خالك كريم عنب وثلاث. خالك كريم عالسنه. يلا بسم الله بسم الله. طالت اعماركم في ريحه الطيبين. هذا محمد ولد حي بن ابراهيم بن ابراهيم بن الكبري المزروعي. سبحان الله والله يا ابوكم ما خلط شيء عن ابوه. لا اله الا الله. حياه لا في شيء بسيط في حياه سيف الهلال لكن اكثر شيء فيك من حيكون. ايه ابدا اللقوم يلف الله يحفظه. وعمرك طويل وعمرك غالي عندك. لا خليته بلا من ريحه جدانك. والله كل سعيد جديد. الجمهور الجمهور كله بيع عن صلاح. اي والله. يا مرحبا يا مرحبا بسعدون. سعدون بن عيد بن زريد القبيسي. مليار مليار مرحبا. ها ريحة الطيبين ريحة الطيبين ريحة الطيبين. سعدون بن عيد صديق الطفولة وصديق الدراسة من يوم صف الأول دين الزايد. لما ندق هاك العود الأول منه ما حد يدق عود شراته. الله رحمته على هذه الأيام الطيبة. أنا بدق يوم جبتك. هذا سعدون الأولي وهذا ولد عيد. مرحبا. هذا عيد من سعدون من عيد. هذا مسماي على يده. شوف حياة يدك عند مقول الأول من يوم نحن صغار. تلبو الثاني من كم حد ربسه قال أحكيت أحكيت يعني معناته صدق. اي والله رحمت الله على يدك. يدك ما سمحت جراته. اي والله رحمت الله عليك. خبرني شو اسمك؟ ما اسمك؟ خليفه. ما خليت منك. لا عليك الرحمن الرحيم. وانت شو اسمك؟ تعال تعال شو اسمك انت؟ وين القصيده اللي حافظها؟ ايه بسم الله عليكم.
الشاعر حياك الله بن يداه المنصوري. الله يحييك. حالك الله يحفظك. خير الله يعافيك. اول بادي نبى قصه شغلوا التليفون. ما علي عادي عادي نسمع نسمع. ينسمع؟ ايه. نبى قصيده السوق. ايش السوق هاي لها سالفه. زين. يوم انا بعدي لك يوم اطالع و وقال خبر. وقال خبر ولليوم خبر. ما شاء الله عليك. يوم صرت صوب بسلم عليهم هناك شافني حوت شوي السن استكبرني. قالوا عليه بسم الله لا اله الا الله. اي والله خطف ما سلم. يوم تفرغ عند الخياط دخلت على الباب قلت له رفيق السلام عليك. رفيق ما يعرف القصيده. زين. قلت له بعد قصيده عليك. يوم قلت له بعد قصيده عليك قال لي تبى ثياب تبى شيء تبى عطورات. قلت عديت قصيده عليك سميت بسم الله مني ولا فيك زين فيك تقدر. لو يجي وقتي وسني ان شاء الله عندنا تخبر. نعم. اي والله الشعات اللي عدته قاعد اخذ له من كرياني ظهرت عاد. وهذه قصه السوق. اي والله. ست السوق. اي والله قصيده السوق. ما شافنا ايام شده وعده شافنا عاد يوم كبر فلذلك ما شنا بالشاعر. لو شفتني يوم انا صغير سن انت اللي بتخبر ابو هو بيخبر عنك الحين سميته بسم الله. لا ممكن جاهل ويوكل. محمد بن سعيد. لا محمد سعيد والنعم 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 والنعم. انت حطيت لايكات والله. وين ما يني اللايكات انا؟ وين كنت تحطهن؟ في اليوتيوب. يعني تسلم. حاضر. وديني يعلي الفرح ثوبكم وملبوسكم يعلي الفرح ما يفارج بيوتكم ان شاء الله ولا اهلك ولا ربعك ولا متحولك والمتابعين ومشاهدين كلهم. يعلي والديك لنا مشكور على الزيارة والله العظيم يا ابو محمد انك فرحتنا وحيتنا. هذا الريال هبي ويه كل العرب اللي موجودة تحبه. الله يبارك فيك. نظيف من داخل ريال نظيف من داخل ملقاه حلو ويلسته حلوه وسوالفه حلوه وكل شيء عنده حلو. يا اخي اللي شفته اللي شفته ابوه يعني ابوك لنا غالي 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 يا ابو محمد.